لدراسة واقع صناعة النفط والغاز والصناعات الكيميائية والبتروكيميائية وأثرها على اقتصاديات الوطن العربي، عقد الاتحاد العربي للصناعات الكيميائية والبتروكيميائية الذي يضم 12 دولة عربية ملتقاه العربي الثاني في الأردن. نواقع وآفاق صناعة النفط والغاز والصناعات الكيميائية والبتروكيميائية يتطلب منكم الخبراء والعلماء في هذا المجال الخروج برؤى وأفكار واقعية مثمرة تعمل على تطوير هذه الصناعة بما ينعكس إيجاباً على اقتصاديات المنطقة وبالتالي تقدمها وازدهارها. وتعد صناعة النفط والغاز والصناعات الكيميائية والبتروكيميائية من أكثر القطاعات جذباً لرأس المال، حيث حافظ قطاع الصناعات بالدول العربية على دوره المحوري في الاقتصاد بفضل ارتفاع معدل نمو قطاع الصناعات الاستخراجية فيها. حافظ القطاع في صناعات الدول العربية على دوره المحوري في الاقتصاد العربي، وذلك بفضل ارتفاع معدل نمو قطاع الصناعة الاستخراجية في الدول العربية، ويعزى إلى هذا النمو للتحسن الملحوظ في أسعار النفط وفي الأسواق العالمية نظرا لارتفاع الطلب على السلع النفطية بتأثر تحسن مستويات النمو الاقتصادي العالمي من جهة، وتحديد مستويات إنتاج النفط الخام من قبل الدول المنتجة الرئيسية من جهة أخرى. هذا الاتحاد الذي نجتمع اليوم بصدده لنبحث واحدا من أهم العناوين المتعلقة بواقع وآفاق صناعة النفط والغاز والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وأثرها على الاقتصادات العربية. بداية، نحن في العمل العربي المشترك نتعامل مع التكامل الاقتصادي العربي ومع المشروعات العربية المشتركة التي حققت طفرة في زمن محدد ومخصص في فترة انتصارات الأمة العربية بحرب أكتوبر المجيدة ضد الكيان الصهيوني. ورغم أهمية الدور الذي يؤديه قطاع الصناعات في اقتصاديات الدول العربية، فإنه لا يزال يعاني العديد من الصعوبات والتحديات من حيث الرؤى والسياسات بعيدة المدى والأداء والتنظيم المؤسسي وتوفير البنى الأساسية والخدمات اللازمة للنشاط الصناعي وكفاءة قوة العمل، إضافة لتحدياته في النفاذ إلى الأسواق.